يأتي ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم ويقتل علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه في محراب عبادته. هذه تصفية للشخص. ويأتي هنالك رمز كبير. هذا الرجل رمز كبير ويؤمن به قطاع كبير يستلهمون منه ويعتقدون بآرائه وربما يقتلون في خطه في عمليات انتحارية. يأتي هذا الشخص ويقول في من؟ في ذلك الرجل الذي قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين، لاحظوا كتب الصحاح، النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه: حربك حربي وسلمك سلمي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حارب هؤلاء فقد حاربني، ويشير إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. هذه موجودة في صحاح المسلمين. يأتي هذا الرامز الكبير ويقول في كتابه: إن علي بن أبي طالب لم يكن يحارب لأجل الله، وإنما كان يحارب من أجل ذاته. الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله حربه حربي، يعني الحرب مع علي بن أبي طالب هذه حرب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن عليا يقاتل على تأويل القرآن. الذهبي وهو من كبار نقادهم صحح هذا الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين. الحاكم في مستدركه يقول إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم ما أخرجاه، مع أن هذا الحديث جامع لكامل الشروط. الذي يقول له النبي صلى الله عليه وآله: تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. هذا الرمز الكبير يقول: إن علي بن أبي طالب لم يكن يقاتل من أجل الله، وإنما كان يقاتل من أجل ذاته. هذه مو نوع من أنواع الحرب على من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لعله هذه اللغة المشددة التي نجدها في هذه الأحاديث، فويل، الويل لعله بمعنى الهلاك، ولعله بمعنى بئر في جهنم. فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي. اغتيال الشخص نوع من أنواع القطع، واغتيال الشخصية نوع آخر من أنواع القطع.